السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
سنة سنة من الامتداد إخراج هذه البنية الطرقية التي صاحبة المشروع شركة محطة الطرقية للمسافرين. وكان واحد التهديد في تصميم الأول من كان واحد التهديد حتى إدخال الوطنيزاسيون عاد يستعد للأجرام ومشي وصول في الأجرام. أنا جاءت فكرة إحداث المحطة الطرقية الجديدة لتنقل المحطة الحالية التي لم تعد قادرة على استيعاب 140 حافلة تعبر يوميا، فتم التفكير في تنقلها سنة 2017 بعد عقد اجتماع المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين. مشكلة في رقم الجناج وهي بعيدة عن بعيدة عن الحافلة، فقط عشرة عندنا ولا شيء. لكن المحطة الجديدة غتكون كبيرة، غتكون محطة جاتا صغيرة ما تنفعش هذا الرقم. شرينا 2 هكتار ديال الشرينا سميتو في بنينا المحطه الطرقيه وبنينا لهم اون غار روتيير كي ريبون او كاي دي شارج دوموندي بار لا كوميسيون اللي فيها العماله وفيها المجلس البلدي وفيها لاجونس اوبن في هذاك الشيء كله. يعني اون اكزيكوتي سو كي نوزا ايتي دوموندي. هنا عند ملتقى الشارع جبران خليل جبران وشارع الكليات كان من المفترض أن تقام المحطة الطرقية الجديدة على مساحة تصل إلى 3 هكتارات. بعض الأعضاء من داخل المجلس البلدي ينتقدون الطريقة التي شيدت بها المحطة الجديدة. الناس المدينة الجديدة كلهم كانوا كيتسناو أن تكون عندنا محطة في المستوى، كان انتظارات ديال المدينة محطة طرقية في المستوى، فإذا بهم اللي كنقولوا اليوم عندنا محطة طرقية في الشارع محمد الخامس اللي كاين الاكتظاظ وكاين، راه نخرجوا المحطة للوجود. ملي كنخرجوها كنديوها وكنقول لك عبارة عن 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 دكاكين، هذيك ماشي محطة طرقية. من جانبنا راسلنا واتصلنا بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة لكن لم نتلقى أي رد في الموضوع، فقط أخبرنا من قبل أحد المسؤولين أن ملف المحطة الطرقية لا يعني المجلس البلدي، ليبقى المشروع متوقفا حتى إشعار آخر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.